المرض اللي عندي هو المرض ديال قصور الكلى، وهذا المرض يعني كيلزمني نخضع لثلاثة الحصص أسبوعية لصفيات الدم. وهذا المرض اش غنقول لك تسبب لي في بزاف الحوايج، يعني عدة عراقيل في الحياة اليومية ديالي. يعني أوله يعني هشاشة العظام اللي كان عاني منها مؤخرا، يعني هشاشة العظام بزاف اللي كان تقريبا اش غنقول لك الا جلست دابا الا بغيت نوض كنلقى صعوبه. هاد المرض صابيتي باش غنقول لك يعني ديال الله، ما كانش عندي يعني حتى شي من قبل، يعني ما كنتش مريض بشي حاجه من قبل ولادي، يعني بين ليلة ونهار 3 سنين الاخر يعني كنعاني بصعوبه، كنعاني فيه بصعوبه، يعني كيف قلت لك يعني هشاشه العظام يعني صعيبة. يعني دابا واخا كنعاود انا هاد الهضره، يعني اللي عندي اللي ديز من هاد المرحله هو اللي غيحس بهادشي اللي كنقول. شحال من واحد تيشوفني من بعيد ولادي كيتصحاب يلا عندي ديك 15 عام او 16 عام، يعني طوله شيال. انا مع هاد المرض هذا من الصغر ما لعب عليا حتى النمو. بعض المرات كنكون تقريبا مزير، يعني خاصني ضروري نمشي للحصه، كتجيني تقريبا بحال قلتي تزيرت السبت بالليل وهادي، وما كاينش شي سونتر حال ديك الساعه، تيبقاو حتى هما فايقين معايا حتى الصباح بكري. عاد كنمشي للسونتر كنعيط لهم كيجي وكندخل، واخا ما تكونش عندي الحصه ديك النهار خصني نديرها ضروري. كنقول هاد الهضره ومن الداخل ديالي واحد الاحساس ما غيحس به يعني غير اللي دايز من هاد المرحله هادي، ولا شي واحد عنده شي شخص في الدار حتى هو كيعاني من نفس المرض. الاصدقاء ديالي حتى هما ما مقصرينش من جهدهم، يعني ما كيخلونيش انني نحس بانني مريض وهادي، ولكن بعض المرات يعني كيكونوا باغيين يلعبوا شي باغيين يلعبوا شي ماتش ولادي، حتى انا باغي نلعب، ولكن يعني سميتو الظروف والصحالة قد الحال كيف كتعرف، يعني هي اللي ما كتخلينيش. التبرع ديال الكليه كيف كتعرف هو اقرب وحدين اللي غيقدروا يتبرعوا لك هما الوالدين والاخوه ديالك، يعني واضطر الوالد والوالده واخويا الكبير مشاو داروا التحاليل على اساس ان شي حد فيهم يقدر تكون عنده نفس الفصيله ديال الدم ويتبرع ليا بالكليه ديالو، ولكن من المؤسف الفصيله ديال الدم ديالهم ما كانتش بحال ديالي، والخير فيما اختاره الله. وحاليا كنتمنى من الله شي محسن ولا محسنه اللي شاف هذا الفيديو هذا وبغى يتبرع ليا بالكليه ديالو، وكادشي اللي كنتمنى ان شاء الله من الله. واللي شاف هذا الفيديو هذا يعني يعاوني غير بابسط الحاجه اللي هي البارطاج، الله وعسى يكون هو السبب في زرع روح جديده في هذا الجسد ان شاء الله.